إذا للحديث أكثر ينضم معنا الخبير الأمني السيد محمد الحياني. أهلا بك سيد الكريم. نتحدث بداية عن الهجمات التي تطول القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية وأيضا الاستهدافات الأمريكية لفصائل مسلحة عراقية. هل بدأت لربما التحذيرات الأمريكية تنعكس على الأراضي العراقية دون الرجوع إلى حكومة بغداد؟ وما تداعيات ذلك الأمر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لحضرتك ولكل مشاهدي قناتكم الكرام. بالحقيقة نبهنا سابقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تبقى مكتوفة الأيدي حول الأفعال التي تقوم بها هذه الفصائل المسلحة التي تعمل حقيقة خارج إطار الدولة. وها هنا اليوم نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالرد الحقيقي، استخدمت حقيقة يوم أمس أسلوب الرد المباشر على هذه المجاميع المسلحة التي استهدفت القاعدة الأمريكية في غرب العراق. حقيقة استهدفت مجموعة من المسلحين التي كانوا يستخدمون الصواريخ التي تنطلق على القاعدة، وبضربة مباشرة حقيقة أوقعت خسائر كبيرة، ومن ثم أعقبت ذلك بأسلوب التتبع من الطائرات المسيرة. استخدمت حقيقة أسلوب القصف المباشر أيضا لأحد العجلات التي تحمل الصواريخ وتحمل بعض الأعتدة. هذه حقيقة الأسلوب الذي اتبعه الأمريكان نحن كنا نتوقعه منذ فترة طويلة، لأنه حقيقة هذه الفصائل هي تستخدم يعني أسلوب يعني الرد على القواعد الأمريكية في العراق أو الهيئات الدبلوماسية في العراق حقيقة كطريقة هي تعتقد أنها يعني مواجهة أو مقاومة بسبب التدخلات الأمريكية في حرب فلسطين أو في حرب غزة. أنا أعتقد هذا الموضوع يدخل الحكومة العراقية في حرج كبير. كما هو معلوم الحكومة العراقية لديها اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية اللي توقعت حقيقة ما بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية، وبالتالي حقيقة يعني وقعت في حرج كبير كيف ترد على الأمريكان من خلال حقيقة البيان الذي سمعناه عن طريق الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد باسم العوادي بأنه الحكومة لا تدري بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف يعني بعض القواعد أو باستهداف بعض الأماكن في العراق، يجب أن تعود إلى الحكومة العراقية. وأنا أعتقد هذا الموضوع يعني غير صحيح، لأنه سبق وأن تم يعني توجيه تنبيهات متكررة للحكومة العراقية بضرورة لجم هذه الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة. نعم، ذكرت يا سيد نحن كعراقيين حقيقة نؤيد كل أساليب المقاومة. نعم، ذكرت حضرتك قبل قليل وفي حديثك قلت أن الحكومة وقعت في حرج كبير لما تتعرض له القواعد الأمريكية وهي بحماية القوات المسلحة العراقية، تتعرض لهجمات، وهذا ذكرته حضرتك، قلت بأنه أدخل الحكومة في حرج. اليوم الحكومة كيف بإمكانها أن تتصرف لتلافي استمرار هذه الهجمات؟ أذكرك فقط بأنه قبل يومين هنالك استهداف لقاعدة عين الأسد في أثناء لقاء رئيس الوزراء بالسفيرة الأمريكية. نعم، حقيقة يعني يجب على الحكومة العراقية أن تواجه هذا التحدي على محمل الجد وتأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. يجب أن تواجه هذه الميليشيات المسلحة لأنها لا ترتبط بالعراق، الموضوع حقيقة حساس جدا ويمس السيادة العراقية بالصميم. بالوقت الذي نؤيد كل أشكال المقاومة التي تستهدف الأمريكان ونستهدف كل أشكال أو يعني حقيقة نشير بالبنان لكل أشكال المقاومة اللي تنصر شعبنا في فلسطين، لكن حقيقة هذه الفصائل المسلحة لا ترتبط بالعراق، هي لا ترتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي هي حقيقة تستخدم يعني دول أخرى تستخدمها للقتال بالنيابة عنها على أرض العراق، وبالتالي استخدمت أرض العراق كساحة لمواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وكذلك الحكومة العراقية حقيقة ليست لها أي سلطة على هذه الميليشيات المسلحة. بدليل يوم أمس يعني تم يعني إدخال عدد كبير من الأشخاص اللي تم استهدافهم عن طريق الطائرات إلى مستشفى الأنبار، والحقيقة القوات الأمنية في محافظة الأنبار لن تتمكن من اعتقال ولا شخص واحد بسبب يعني تدخل هذه الفصائل المسلحة المدعومة من قبل دول أخرى. هذا حقيقة موضوع خطير، يجب أن تأخذ الحكومة العراقية على محمل الجد هذا الموضوع وتواجه هذه الميليشيات المسلحة، لأن حقيقة يعني استخدام هذه الميليشيات المسلحة على أرض العراق ليست هناك مصلحة عراقية في هذا الموضوع على الإطلاق، إنما إيران حقيقة تسعى دائما لتنفيذ أجندات أخرى أو تسعى دائما للحصول على أوراق ضغط
تستخدمها ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد يعني إسرائيل لغرض الحصول على مكاسب دبلوماسية أو مكاسب سياسية أو مكاسب أمنية كما هو معلوم. طيب إيران لديها مشكلة في موضوع ما الحل يا سيد الحياني؟ كيف يمكن للحكومة والتي هي بالأساس محسوبة على الإطار التنسيقي كيف بإمكانها أن تتوصل إلى تهدئة؟ ما الحل؟ يعني حقيقة نتمنى أن تكون هذه الفصائل المسلحة ترتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة سواء بالإطار التنسيقي أو بالحكومة العراقية، نتمنى ذلك ونشير حقيقة يعني بهذه الجهود الكبيرة كأنها لأنها حقيقة يعني تقاوم الأمريكان تنصر شعبنا في فلسطين، لكننا نعتقد وعلى لسانهم هم يقولون أنهم يعني يحصلون على الدعم اللوجستي والدعم التدريب والتسليح والتجهيز من قبل إيران، وبالتالي لا مصلحة للعراق حقيقة. إذا أرادت هذه يعني الفصائل المسلحة أن تواجه اليهود وتواجه يعني إسرائيل فهناك حقيقة دول فيها يعني مواجهة مباشرة، فلتذهب إلى لبنان، هناك مواجهة مباشرة مع اليهود مع الإسرائيليين أو مع الجيش الإسرائيلي بالمباشر، وإذا ليست لها طريق إلى لبنان هناك في سوريا أيضا طريق والجولان موجودة، وهناك أيضا ممكن أن تحصل مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، وحقيقة لكي نبعد العراق عن هذه المهاترات، لأنه حقيقة عمليات القصف التي تستخدمها هذه الفصائل المسلحة هي ليست فيها نتائج يعني جيدة، هي لا تحقق نتائج جيدة على صعيد العمليات أو على صعيد السوق أبدا، لربما هي نستطيع أن يعني نعبر عنها أنها يعني عبث حقيقة ثوري أو عبث بالأسلحة. الأمريكان لو كانت هذه الضربات يعني تؤثر على عملهم بشكل جدي لكان ردوا بطريقة أخرى غير الرد الذي رأيناه يوم أمس، وبالتالي أنا أعتقد يعني استخدام الفصائل المسلحة من قبل إيران بضرب القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية والهيئات الدبلوماسية في العراق أمر يمس السيادة العراقية بالصميم ويدخل الحكومة العراقية في حرج واضح أمام الأمريكان من خلال يعني البيان اللي سمعناه هذا اليوم حقيقة يشير بكل وضوح على أنه الأمريكان استخدموا هذا الأسلوب والحكومة العراقية لا تعلم، والفصائل المسلحة تستخدم الصواريخ ضد القواعد الأمريكية والحكومة العراقية لا تعلم، ليست لا تعلم فقط وإنما ليست لديها أي سلطان على هذه الفصائل المسلحة، وهذا حقيقة أمر هو الذي يمس السيادة العراقية بالصميم. إذن أستدل من كلامك هذا يا سيد الكريم أستدل من كلامك هذا بأنه الفصائل المسلحة لن تنصاع ولم تنصاع إلى توجيهات الحكومة العراقية هنا، هل ستحصل مواجهة مباشرة بين القوات الأمريكية والفصائل المسلحة أم أن الحكومة لربما ستعطي الضوء الأخضر لواشنطن بأن تتصرف هي بحريتها معهم؟ لا نتمنى أن تستخدم واشنطن القوة المسلحة ضد الفصائل أبدا، لا نتمنى هذا الموضوع، ولكننا نتمنى أن تسيطر الحكومة العراقية على هذه الفصائل، هم يعني أي كان شكلهم هم عراقيين، وبالتالي يجب أن يعني يعتمدون المصلحة الوطنية أين تكمن ويذهبوا مع المصلحة الوطنية ولا ينصاعوا لأوامر دول أخرى. نتمنى على الحكومة العراقية أن تأخذ على محمل الجد هذا الموضوع وهي التي تتصرف ولا تسمح للأمريكان أن يتصرفوا ويستخدمون يعني القوة كما يعني حدث يوم أمس. لحقيقة لا نريد أن نعطي خسائر من أي شخص عراقي مهما كان انتماءه أبدا، ولكننا نتمنى على فصائل المقاومة هذه أن يتجردون من الانتماءات الأجنبية ويكونون عراقيين حصرا لكي تسوق على أقل تقدير هذه المقاومة أنها عراقية وليست إيرانية وليست تنفيذ لمصالح إيران في العراق وليست استخدام أرض العراق كمنطلق للاعتداء على يعني القواعد الأمريكية أو الهيئات الدبلوماسية. نعم. على الحكومة العراقية أن تكون جادة في هذا الموضوع وتحدد حركة هذه الميليشيات المسلحة وتستخدم أسلوب الاعتقال أو الأسلوب الآخر لغرض حقيقة حصر السلاح بيد الدولة من جهة وعدم إدخال الحكومة العراقية في حرج مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع قوات التحالف الأخرى، لأننا حقيقة مرتبطين كما هو معلوم يعني باتفاقيات اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي توقعت عام 2011 مع الحكومة العراقية تنظم حركة هذه القوات داخل العراق وهي تقدم الدعم اللوجستي والإسناد الناري الجوي إلى القوات العراقية في حال المواجهة مع داعش مجاميع داعش الإرهابية.
نعم نحن بأمس الحاجة إلى وجود هذه القوات أو وجود هذه القواعد في العراق، لأننا حقيقة نواجه تحديات كثيرة مثل تحديات داعش الإرهابي التي يتجاوز أو يعني يعتدي على قواتنا الأمنية بين الحين والآخر من دون أي إنذار مبكر، وبالتالي نحن بأمس الحاجة إلى مساعدة هذه القوات لغرض الحصول على الجهد الاستخباري من جهة والحصول على الدعم الإسناد الجوي من جهة أخرى. هذا موضوع حقيقة مهم وحساس. الجانب الآخر والمهم على الفصائل التي يعني تدعي المقاومة في هذه المرحلة، بالرغم من تأييدنا لمقاومة الأمريكان في هذه المرحلة حصرا وبالرغم من تأييدنا لشعبنا في غزة، هذه لكن على هذه الفصائل أن تضع المصلحة الوطنية أمام نصب عينها وأن لا تستخدم أرض العراق لاستهداف هذه القواعد الأمريكية، لأنه حقيقة دخلنا في مجالات نحن في غنى عنها. نحن نواجه تحديات كبيرة، أهم هذه التحديات هي مجاميع داعش الإرهابية، فضلا عن التحديات الأخرى اللي حقيقة يعني تواجه العراقيين في هذه المرحلة، حجم الغلاء الكبير في الأسواق، هناك حقيقة أعداد كبيرة جدا من العاطلين عن العمل، هناك حقيقة فساد كبير يطال كل مفاصل الحياة في العراق بسبب سوء الإدارة لدى الوزارات، فضلا عن حقيقة يعني هناك يعني مشاكل كثيرة على الصعيد السياسي والصعيد الأمني والصعيد الاقتصادي. على الحكومة العراقية أن تواجه هذه التحديات لكي لا يعني ندخل في متاهات نحن في غنى عنها. ليست حقيقة لدينا استعداد في هذه المرحلة لدخول في معارك أو دخول في مشاكل مع التحالف الدولي سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأخرى. هذه الفصائل نعم تقدم مقاومة كما تقول وتدعم الفلسطينيين في غزة، لكن أتمنى أن لا تكون هذه المقاومة في العراق، أتمنى أن لا تجير هذه المقاومة لدول أخرى، أتمنى أن هذه الفصائل ترقى إلى مستوى أن يكونوا العراقيين يعني نبلاء وأن لا يستخدموا أنفسهم للقتال بالنيابة عن دولة أخرى. هذا لا يجوز أبدا. أنتم عراقيون يجب أن ترقون إلى مستوى أعلى من هذا الحال وتدافعون عن العراق حصرا وتحققون مصلحة العراق حصرا، وإذا كنتم تقاومون الأمريكان فقاوموهم باسم العراق وليست باسم دولة أخرى. هذا ما سمعناه على لسان بعض قياداتكم أنهم ينتمون إلى إيران ويحصلون على الدعم اللوجستي والدعم التدريب والتسليح والتجهيز من إيران، وهذا حقيقة يمس السيادة الوطنية بالصميم. نعم. هذا هو الذي يمس السيادة الوطنية بالصميم. نعم. حتى لا تكرر يعني قضية يوم أمس واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة ضد هذه الفصائل، أتمنى على الحكومة العراقية أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وتواجه هذه الفصائل بكل قوة لغرض الحد من نشاطاتها داخل العراق. نعم. نود أن نشكرك على انضمامك معنا الخبير الأمني السيد محمد الحيان، شكرا جزيلا لجنبكم الكريم.